اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. اهلا وسهلا، ممكن اكلم كل سنه. الشيخ؟ يا فندم، هو منور حضرتك معايا. طيب. سنه حضرتك طيبه. سؤالك ايه يا ام اتفضل. محمد؟ انا زوجي بيتعامل معايا بطريقه مش كويسه، يعني دايما بيكلمني وحش، مش بيتعامل معايا كويس. بقالي كام سنه متجوزه يا ام محمد؟ 9 سنين. بقاله 9 سنين بيعاملك كده. لا، هو يعني من فتره، يعني من تقريبا 4 5 سنين المعامله متغيره كده. ليه غير معاملته ليه؟ هو انا مش عارفه، هو تقريبا هو يعني شديد الطبع شويه، ودايما يعني ماسك على كل حاجه كده. أم محمد، هو كان معاكي كويس في 5 سنين وبقى شديد في 4 5 سنين، لا، إيه هو النقلة؟ شديد من البدايه، بس بس بدأ ال ال يزهق ال في القلبة الموضوع. والمعاملة الوحشة دي ليه حصلت؟ هل في هو حد تاني دخل في حياته؟ هل أنتِ أهملتيه؟ هل في أطفال جم فأنتِ مبقتيش مركزة معاه؟ إيه اللي احنا حصل؟ عندنا اطفال. إيه السبب بقى؟ أنتِ مش عارفة ليه جوزك بيعمل ده معاكي؟ مش هو عارفة. انا لما باجي اساله بيقول لي من غير سبب، انا كده من غير سبب. طب سؤالك إيه يا أم محمد؟ انا مش انا ممكن اتواصل مع الشيخ شخصيا يعني ولا ايه؟ أوي أوي، سيب تحت رقم امرك. تحت تليفونك امرك. صح. هيحصل تواصل ما بينك وما بين فضيلة الشيخ، والله يرحمها، دكتورة عبلة الكحلاوي. كانت تطلع معايا ناخد 7 تليفونات وواخدة 40 نمرة بعد كده وهي مروحة. طب هو ما السؤال، تطلعش عليا. لما الراجل يتغير في معاملته مع الزوجة، وأرجوكم ركزوا معايا في الكلام، الزوجة ما تسألش الراجل انت جرالك ايه او ليه بعدت عني، هي المفروض تستشعر ايه اللي حصل في حياتهم خلى الراجل يبعد، بدليل ان هو كان في شخصيه بتبقى قويه وشخصيه بتبقى مسالمه، دي طبيعه شخصيه، انما التحول المفاجئ ده له سبب مؤكد مؤكد. مؤكد طبعا. طب ممكن نغششه ونلاقي ايه هي الاسباب سريعه كده اللي ممكن تخلي الراجل يعني المؤشر يتحول؟ شوف يا دكتور، مفيش رجل يريد التعاسة في حياته. حلو. كل رجل يريد أن تكون الحياة هادئة وهانئة، وهو اتجوز ليه؟ اتجوز عشان يستقر، اتجوز عشان يسعد، مش كده تمام ولا إيه؟ تمام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. ورحمة. المودة اللي هو الإيه؟ الحب. طب ما كانش فيه حب يبقى فيه تراحم بيننا وبين بعض كما علمنا الله يبقى سبحانه فيه عشرة وتعالى، على الأقل. والعشرة الراجل بقى بيتحول ليه؟ بيتحول ليه؟ أولا ممكن تيجي بسبب إهمال الرجل، يبقى إذن إهمال الإهمال أحد متطلبات الأسباب. الرجل. نعم، الإهمال. اتنين، إهمال متطلبات الرجل. رقم اتنين، عدم السمع والطاعة لأوامره كما المناكفة يريد، المناكفة أو المعاندة أو الرد الكلمة الراس بالكلمة، براس. أو المنقرة أو الكلام ده كله. الرقم السؤال الثالث أو رقم السؤال. ثلاثة، وده بيحصل في كثير من البيوت بسبب البعد عن الطاعة يا دكتور، ما بيجمعناش طاعة مع بعض. يعني خلينا نصلي مع بعض، خلينا نقرأ قرآن مع بعض. تمام. أربعة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت خرب. أربعة، ما تسمعيش لأي حد وما تدخليش أي حد بينك وبين زوجك. ده ممكن يكون أي في حسد مشكلة. يعني، ممكن طبعا في كلام. ممكن يكون يا دكتور، حسد أو أنا في مشكلة من المشاكل وصلت إلى حد الطلاق، لما قعدت في المشكلة وجبتهم في المسجد وهم بيتكلموا، وجدت إن في عنصر قاعد في المشكلة هو سبب المشكلة بين الزوجين، هو اللي بيخربها، هو اللي بيخرب الدنيا بين الزوجين. وطلبت منه أن يغادر المجلس فورا، واصطلح وقام من المجلس مصطلحا. اكتشفت ده شفت يعني. اذا هذه الاسباب، وفي سبب خامس حاجة مش عايز تقول، ممكن يكون فيها حب دخل في حياته وتزوج. الرجل الاصيل. ايوه، ابن برضو الاصول. بص يا موضوعيين دكتور، الراجل، بس سريع عشان فاطمه بص يا دكتور، الرجل الاصيل ابن الاصول اللي متربي كويس ومتربي وقلبه في دين، لا يتغير على زوجته لمجرد انه احب امراه اخرى. يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، يتزوج بالاخرى وهو يحافظ على مودته لزوجته. لو سمعت الكلام ده تقول وحبته. لك يعني عاملني المعامله دي، بس يفضل ما يتجوز، ولا امشي في جنازته ولا امشي في جوازته خلاص. يعني.